سياسات الصحة. التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات العامة في برنامج سياسات الصحة. السلام ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامج سياسات الصحة، البرنامج الذي يعنى بالسياسات الصحية في تونس، واللي عبروا نقوموا باستضافة وزراء للصحة سابقين أو مسؤولين في وزارة الصحة، نحاول نترقوا معهم الأهم المواضيع اللي تتعلق بالسياسات الصحية وكيفية النهوض بمستوى المؤسسات الطبية العمومية وحتى الخاصة. اليوم ضيفنا وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، اللي تولى منصب وزارة الصحة في مناسبتين، هذه الحاجة اللي تميزه على بقية الوزراء اللي تختلف في تجربته السياسية والمهنية على بقية الوزراء اللي كانوا معانا واللي يمكن باش يكونوا معانا. ضيفنا ولد في 27 أوت 1962 بمنطقة القصور من ولاية الكيف، هو طبيب ومتحصل على شهادة في الكيمياء الحيوية، قيادي سابق في حزب النهضة، تولى كما قلت منصب وزير الصحة في أواخر عام 2011 إلى غاية 2014 في حكومتي حمادي جبالي وعلي العريض، وثم أوقع اختيار وزير للصحة ضمن حكومة الياس الفخفاخ في 28 فبراير 2020، قبل أن تتم إقالته في 15 جويلية 2020. استقال مؤخرا حركة النهضة تحديدا في سبتمبر أو آخر سبتمبر 2021، وحاليا هو مستقل. مرحبا بك سي عبد اللطيف، نورتنا اليوم، أنت حاضر معنا في الاستوديو. شكرا، بارك الله فيك، وتحية لكل السادة المستمعين. وأنا باعتبار الموعد تأخرت في الاستجابة، قلت يكون حضوري باش نعوض هالتأخير في الاستجابة. ونشكر مبادرتكم بعث إذاعة خاصة بموضوع الصحة، وإن شاء الله تنجح في تحسين مستوى الصحة العامة في البلاد. دي إذاعة تبث من القيروان، وهي إذاعة مختصة في الصحة وأول إذاعة تختص في الصحة في بلادنا. نبدأ بالسؤال الكلاسيكي اللي نسأله الضيوف عادة، أنت توليت منصب وزارة الصحة في آخر فترة في ظرف حساس، خلينا نقوله في ذروة الكورونا، شنو هي الحاجات سي عبد اللطيف اللي تمنيت أنك تقوم بها أو تمنيت لو أنك اتخذتها واتبعتها قبل أن يتم معناها إقالتك، وكانت تنجم يعني تخلينا نتفاداو اللي صار والإصابات والنسق متاع الإصابات والعدد متاع الوفيات اللي كان كبير؟ هو الاعتماد على العلم وعلى خبرة الناس في الوزارة مكننا من أن نكون واضحين، وكنت نقول باسم الوزارة أنه راه ثم موجة ثانية وثالثة وربما رابعة، ولذلك إنهاء الموجة الأولى ما خلناش مربعين يدينا، بدينا نخطو لاستيعاب الموجة الثانية اللي نعرفه باش تكون أقوى، على اعتبار أنه الإجراءات العامة كما تسكير الحدود وكذا ما ناش مش نجمو نستعملوها بنفس الكثافة، باعتبار اقتصاد البلاد وحركة الناس واحتياجاتهم الاجتماعية ما تحملش، لأنه كثرة الكونفينمات نجم تصيب الناس حتى باضطرابات نفسية. للأسف الشديد احنا بدينا نحذروا، الحاجة اللي تمنيتها أن لو حذرنا وكملنا التحذيرات أو الطاقم الوزاري اللي بعدنا كمل التحذيرات، للأسف الشديد تأخرت التحذيرات وبالتالي خسرنا وضعية استراتيجية. احنا في الموجة الأولى كنا مستبقين الموجة، في الموجة الثانية كانت الموجة سابقتنا، وهذا تسبب في خسائر كبيرة للأسف الشديد. كان معنا ضيوف ثلاثة وزراء، هما سونيا بالشيخ وسعيد العايدي وسميرة مرعي، الثلاثة أجمعوا أنه عملية جلب التلقيح كانت متأخرة، كان فما تردد، كان فما ارتباك على مستوى وزارة الصحة فيما يتعلق بجلب التلقيح، ونعرف اللي الأول وسيلة لمكافحة كورونا هي كانت التلقيح، والدول أخرى سبقتنا، دول حتى قريبة منا كما المغرب كما دول عربية أخرى سبق الجزائر سبقتنا في جلب التلقيح، علاش الارتباك هذا؟ علاش ما صارش خلينا نقول تسريع بجلب التلقيح، وخاصة أنه فما دول بدأت من ماي 2020، تصحح لي مش ماي 2020، مارس 2020 في جلب التلقيح، جانفي. لا هو يعني إلى حدود خروجي أنا من الوزارة ما كانش ثم تلقيح برزت عليه علامات النجاح باش نبدو واضحين، ورغم ذلك احنا بدينا نتابعه في برنامج فايزر، وزارني فريق من فايزر
وقعنا مع عقد نتاع كونفيدونسياليتي لمتابعة المسألة. ولهنا أنا خرجت. الاضطراب اللي حكيت لك عليه والاستباق هو يدخل فيه كذلك الفاكسان، متابعة المشاريع نتاع الفاكسان والربط معها سواء كان بالاقتناء أو ربما حتى بالانخراط في برامج التجارب السريرية، رغم اللي الرأي العام التونسي ربما سيرفض وقت تشوف لحد الآن ثم ريزيستانس. ولذلك الخسارة بتاع الوقت اللي قلت لك عليها كما يدخل فيها أعداد المستشفيات الميدانية، كما يدخل فيها جلب التجهيزات، كما يدخل فيها البريفيزيون بتاع الأكسجين، يدخل فيها كذلك مسألة التلقيح. وبالتالي موضوع التلقيح ربما الحكومة اللي جات من بعد والناس اللي أدارت وزارة الصحة بعدي أنا نجم تجاوب بدقة، هل فعلا خسروا وقت في اقتناح التلقيح أم ما خسروش وقت؟ وخاصة أنه التقاليد الطبية التونسية مرتبطة أكثر بالمنظومات الصحية الغربية، أمريكا وأوروبا مناش مرتبطين في المنظومة الصحية متاعنا بروسيا والصين وكذا، اليوم دخلوا السوق بتلقيح المرة هذه. فبالتالي الاضطراب في التلقيح هو تابع التأخر العام اللي عملناه في الاستعداد للموجة الثانية. تأخر كبير خاطر فما ناس انطلقت في التلقيح من نجاة في جلب التلقيح من نجاة في أحضانتي لجويلية 2020، معناها ما كانش النسق متاع التلقيح. وهذا كما قلت لك يعني تسأل عليه الحكومة اللي جات بعد فما تعويل على منظومة كوفاكس اللي هي منظومة تبرعات، وشفنا تململ من دول من الدول الغربية في أنها تعطي تبرعات خاطر كانت تحب تكتفي من التلقيح وتحقق نسب مرتفعة وبعد تنجم تتبرع للدول. كان فيه فشل لمنظومة كوفاكس، والفشل هذا متسبب فيه الأنانية اللي موجودة في العالم. أنا ناديت كم من مرة أنه لابد من قانون دولي يضمن عدالة توزيع المواد الاستراتيجية وقت الأزمات الصحية. يعني مش الدولة المنتجة هي اللي تأخذ قبل وتأخذ الكمية لحاجتها، مثلا جي دولة تقتني 100 مليون جرعة وتحطهم في الستوك وقت اللي هي كل يوم تلقى حزوز ملايين مثلا ولا مليون ونص، بالإمكان تأخذ 20 مليون اللي يكفوها مثلا جمعتين وال80 مليون يتوزعوا على دول اخرى وبعدين تزيد تاخذ 20 مليون. وما كانش فما عدل في توزيع الاقراض، ما كانش فما عداله، والبلاد كانت فيها ازمه سياسيه. انا كان عندي تخوف، هذا قلته حتى في موظفي وزاره الصحه اول ما مسكت وزاره الصحه، قلت انا خايف تلتقي علينا القمه نطلع ثلاثه ازمات، الازمه السياسيه والازمه الاقتصاديه والازمه الصحيه. وهو للاسف يعني اجتمعوا علينا مع بعض ما بيك فارق زمني معناها بسيط. فالبلاد الأزمة السياسية اللي كانت موجودة في البلاد أثرت على السياسات العامة وخاصة على السياسات في قطاع الصحة اللي كانت سياسات لمواجهة أزمة الكورونا. فالاضطراب السياسي، تبديل الحكومات والصراعات ولا غير ذلك أثر على صحة الناس. أزمة سياسية، أنتم تقولوا باش نشريو تلقيح يقولوا لكم ليه ولا ما تلقاوش تجي؟ لا، ما ثماش دماغ يقود وزارة الصحة وتصغيروا الحكومة، لأنه مقاومة الكورونا احنا نجحنا فيها الموجة الأولى لم يكن نجاحا لوزير الصحة فقط، كان نجاحا لكل الحكومة. كانت حكومة كاملة تشتغل، وزير التنمية والتعاون الدولي، وزير المالية وفرولك الفلوس، رئيس الحكومة يعطيك القرارات اللي تتجاوز وزارة الصحة، وزارة التجارة تأمل لك المواد التموين للناس وهم في الكونفينمون، وزارة الشؤون الاجتماعية تحاول باش تعطي منح للناس اللي هما دخلهم ضعيف وانت تفرض عليهم يشدوا الكونفينمون. فهو نجاح لكل الحكومة. بعدين وقت دخلت الحكومة في اضطراب أثر هذا على السياسات متاع مواجهة الكورونا، وبالتالي تأخر الفاكسان، تأخر أعداد المستشفيات الميدانية، تأخرت البريفيزيون تاع الأكسجين. علاش التردد هذا؟ موضوع الأكسجين مثلا هذا موضوع تقني بحت، يعني يكفي أن تجلس الإدارات مع بعضها ويقولوا راه الاستهلاك متاع الأكسجين باش يطلع بشكل كبير يفوق طاقة الإنتاج الوطنية باش نحلوها بالاستيراد. يشوفوا الدول اللي عندها فائض متاع الأكسجين ويتفقوا معهم، يكون ثم جسر جوي يوميا، وإلا باخرة تجي وما يسمعش به المواطن اصلا، لانه موضوع تقني وتحلوا الادارات. ومش غالي الاكسجين، يعني كل يوم باش يكلفك نص مليار باش تجيب طياره نتاع اكسجين ولا كذا، معناها تكاليف الطائره وتكاليف الاكسجين. واذا به ولا انديبا بيبليك على الاكسجين وكانه اريد به شحن الاجواء في البلاد، وقت اللي هو موضوع تقني كان ينجم يتحل وما يحس به حتى واحد. شنو السبب؟
هو الاضطراب السياسي. وذاك علاش نقول للتوانسة ما تستهينوش بالاضطرابات السياسية. الاضطرابات السياسية تمسكم في قفتكم، في صحتكم، في تربيتكم، في أمنكم، في إلى غير ذلك. لأنه السياسة هي التي تدير البلاد. لكن المواطن زاد سي عبد اللطيف باش يقول علاش وقت اللي كان فما مجال أن نخططوا لجلب التلقيح كما عملت برشا دول، وقت اللي كان فما مجال أنه تونس تهون على أولادها وتقتني التلقيح ومن بعد تخمم في التبرعات نتاع كوفاكس، علاش ما تحركتش وزارة الصحة؟ اسال وانت كنت على راس وزارة. لا احنا بدينا وقت اللي كنت انا ما كانش ثم برامج تلقيح في العالم تقدمت بالشكل تنجم تراهن عليها. كان الوحيد اللي تقدم وبدا يعلن في التقدم تاعو بفايزر، ارتبطنا معاه وبدينا نتابعوا فيه. كان فما امريكا بدات انطلقت في فايزر، كان فما اوروبا، كان فما الامارات. في اوروبا الامارات انخرطت في برنامج بحثي نتاع الصين اظن. التلقيح الروسي، التلقيح الروسي. مو احنا كتوانسه كما قلت لك تشوف البرنامج تقدم ولا ما تقدمش. احنا برزة فايزر ارتبطنا بها وبدينا نتابعوا فيها، فهمت؟ وكل ما يتقدم برنامج اخر في الاصل نرتبطوا به نشوفوا. انت تعرف اللي الى وقت متاخر كانت التلقيح الصينيه والروسيه محل جدل. محل جدل خذيت هي ما خذيتش ترخيص من منظمه الصحه العالميه في وقت كما في نفس الفتره اللي خذا فيها فايزر اللي كان هو اول تلقيح ياخذ ترخيص، لكن كنا ناخذوا فيه هبه، نقبلوا الهبه وما نحاولوش. هذا كما قلت لك يعني موضوع التلقيح تقدم بالشكل في الوزاره اللي بعدي انا. التفاصيل الحقيقه سامعانا اللي جات اوفر من الصين والوزارة ما التقطتهاش، فهمت؟ في وقت مبكر تسهيلات فمشات لدولة أخرى، لا حتى تركيز وحدة تعليب الباكسان. وصار في المغرب توا وحدة، صار في دولة مصر أخرى، فما نجمش نتحدث على حاجة ما عشتهاش. احنا الحاجة الوحيدة اللي برزت وقتها فايزر، فارتبطنا به وبدينا نتابعه في الموضوع وشكلنا لجنة للتلقيح. شكلت لجنة لمتابعة موضوع التلقيح في العالم، وناه اللي راهنوا عليه وناهوا لنقتني منه. بعدي أنا تسأل الوزارة على هذا. تعتقد أنه لازم تتعمل لجنة تقيم عمل وزارة الصحة في تناولها وتعطيها مع أزمة كورونا؟ نجمو نعملوا حتى أوديت تقييم، نجمو نعملوا حتى أوديت، عملية يعني تفقد شاملة وعامة، وهو أفضل الطرق للحكم الموضوع إلى أي عمل. أيوة نقعد نقولوا هذا صحيح وهذا غلط بالكلام هكاكا. يصير عملية أوديت من طرف خبراء ونستند إليها في الحكم. شنو الحاجات اللي ترأي أنك حققتها، نجحت أنك تحققها على رأس وزارة الصحة في الفترة اللي توليت فيها المنصب؟ هي 4 أشهر الحقيقة غير كافية، وفي حتى في الفترة اللي سبقت كورونا وفي ظل أزمة لا أنا شديت في آخر فيفري في 2020 أول إصابة بالكورونا صارت في 2 مارس، معناها 3 أو 4 أيام بعد دخولي أنا للوزارة. بالتالي كل وقت كان في البداية مخصص الكورونا، لكن فتحنا ملفات أخرى. مثلا فتحنا ملف الأدوية بطريقة استراتيجية، وجلست مع مصنعي الأدوية في مقر لوتيكا، عملنا حوار بمدة باهية يوم الأحد في مقر لوتيكا باش نشوفوا احتياجاتهم، وهذا سبقناه بجلسات أخرى. حلينا برشا ملفات، لكن للأسف الشديد يعني ما توصلتش. كما في 2012 و13 حلينا برشا ملفات وخذينا قرارات استراتيجية، كما كلية الطب في الجهات اللي هي كانت أمبزوان ناسيونال. اليوم نحن بحاجة إلى كاباسيتي أكبر في تكوين الصيادلة، ثم اكتظاظ في كلية الصيدلة، ثم اكتظاظ في كلية الطب، ثم سوء توزيع على الخارطة الوطنية، لأنه ما تنجمش تقول المناطق الداخلية زي ما تبقى محرومة من المستشفيات الجامعية. أكيدي مستشفى جامعي يقول أنه يجب يكون في محيط كلية الطب، لأنه الطبيب اللي بشي الأستاذ الجامعي اللي بشي يدرس في الكلية هو الأستاذ الجامعي اللي بشي يترأس القسم ويدرب الطلبة ميدانيين، يقريهم يعني ميدانيين. كلها قرارات يعني توقفت. وحتى كيف قلت لك اللي حليناه في 2020 في ال4 شهور حلينا برشا ملفات. ملف الصفات في إطار ملف الأدوية الشركة اللي هي حكومية لتصنيع الأدوية، ملف الصيدلية المركزية ومسألة النقص نتاع الأدوية، ونجحنا في أن نضخوا برشا فلوس من دفعة واحدة ب 350 مليار لإيجاد الأدوية الضرورية في البلاد. يعني وسط البلاد حتى الكاردينال ماهوش موجود اللي هو ضروري لمرضى الصرع ومرضى باش نحكيو عليه في الأعصاب. فحلينا برشا ملفات. ثم حاجة عزيزة عليا ما تحققتش وهو مرسوم باعتبار الحكومة خذات
حق التشريع بالمراسيم. رئيس الحكومة سيلياس فخفاخ تعاهد بأن يكون التشريع فيما يخص العلاقة بالكوفيد. فأنا اقترحت مرسوم بحكم لقينا صعوبة في استجلاب الأطباء لقطاع الصحة، خاصة أطباء الإنعاش، فهمتني؟ فاقترحت مرسوم يرسي منظومة تأجير جديدة في قطاع الصحة العمومية تقوم على أساس الانتريسمون، أنه يكون ثم حد أدنى من الصالير، ولكن الصالير بإمكانه يوصل مبالغ كبيرة بحسب الجهد متاع الطبيب، عدد العمليات، عدد المجري ميديكال اللي عملها، عدد الكونسلتاسيون، عدد كذا. لو صار هذا الملف تحفيز معناها لل... نعم هذا تحفيز. هو الوجه الآخر لقانون الأطباء اللي عملناه في 2013 أكل الخدمة الإجبارية ذيك، يعني ثم جلب الأطباء بالقانون، ولكن المرة دي حبينا نجلب الأطباء بالسالير الجديد اللي هو سالير يحترم الجهد اللي يقوموا به الأطباء في القطاع العمومي، يخليهم يعيشوا عيشة جيدة مترفهة وهم يخدموا في القطاع العمومي. كل المنظومة دي إذا كان نجحت بالنسبة للأطباء يقع تعميمها شيئا فشيئا على ليزوتر كور الموجودين في قطاع الصحة، الممرضين، العملاء، المهندسين، الإداريين إلى غير ذلك. وهي منظومة تطلع فيها الدولة رابحة والمواطن رابح، يعني دفع ساعات مقابل ساعات العمل الإضافية. سلام لك. يعني كيف نقروا المبدأ هذا؟ وقلنا أنه هذا يكون كونترا مفتوح أنديترميني، ويكون بيناته باسرال بينه وبين الوظيفة العمومية. اللي يحب ينتقل من هذا النظام إلى الوظيفة العمومية تفضل، اللي يحب ينتقل من الوظيفة العمومية إلى هذا النظام يتفضل. للأسف الشديد يعني وقتها رئيس الحكومة قال لا وما أقرناش، لو أقرناه كان يكون آلية جيدة لإنعاش قطاع الصحة العمومية محافظة على الإطار الصحي، خاطر برشا يجلب يعني اليوم خاصة. يعني يجلب يعني صحيح أنه ظروف العمل وظروف كذا، هم الأطباء مش مشكلتهم فقط السالير، ولكن على الأقل نحل المشكلة الأساسية. وبطبيعة السبيطار اللي توجد فيه الطبيب هو اللي يدخل في الفلوس، لأنه يعمل ديزاكت يولي يدخل في الفلوس من عند الكنام ولا من عند شكون مش يدفع، وقت اللي يدخل الفلوس يولي نجم يطور البنية التحتية، يبني أقسام، يعمل مانتونونس، يعمل تجهيزات إلى غير ذلك. فبالتالي كانت نقطة ارتكاز للأسف الشديد فاتت ومحقناش. إن شاء الله لديكوها في المستقبل إن شاء الله. في السياسة الجاية لوزارة الصحة. ما زلنا مواصلين معكم في برنامجنا، ضيفنا اليوم عبد اللطيف المكي. إن شاء الله بعد الترتيحة الموسيقية هذه باش نزيدوا نحكيوا على الحاجات اللي يتصور ضيفنا إنها لازمها تتحقق في وزارة الصحة كإصلاح عاجل للهيكل الصحية العمومية باش يصير يعني تحسين الخدمات الطبية اللي كلها في صالح المواطن. سياسات الصحة، التطرق إلى السياسات الصحية في مختلف القطاعات.